أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. اليوم معنا ملف حارق. ملف حارق علاش؟ لأن دائما ما أقول خطابات صاحب الجلالة وتوجيهات صاحب الجلالة وتعليمات صاحب الجلالة في واد والمسؤولين في واد. صاحب الجلالة ينادي بتشجيع الاستثمار، ينادي بتشجيع الجالية المغربية اللي كتدخل الاستثمار، والمسؤولين ما كيعملوا غير باش يهرسوا الكلام ديال صاحب الجلالة. ما غندويش بزاف، اليوم عندي مثال حي اللي غيفضح بزاف الأمور اللي فيها ما فيها، اللي تكلمنا مرارا وتكرارا على مافيا العقار. اليوم ما كاينه مافيا عقار من نوع خاص، مافيا إدارات، إدارات حكومية اللي كتعمل على أنها تهرس الأنشطة وتدي الأراضي لعباد الله. غادي نفهموا كيفاش وعلاش مع السي محمد الشمالي، واحد من الجالية المغربية اللي جا المغرب وتصدم تضرب بصعقة. سي محمد مرحبا بك على صوت العدالة. بارك الله فيك. السلام عليكم سي محمد. بغيتك تحكي لي شنو هو المشكل ديالك. بغينا نحكيو للمغاربة شنو هو المشكل. كنقدم راسي انا، اسم ديالي محمد الشمالي، ساكن على برا في اوروبا وخلق في اوروبا. في 2008 شريت واحد التريب الارض في طنجة وبغيت نستثمر في بلادي يعني المغرب. ديك التريب الارض كنت شريته يعني في طنجة. في 2000 يا ربي في 2019 قالوا لي بان ديك التريب الارض ديالك ما هو يعني دخل في جرادة رسمية. انا ما فهمتش شنو هي جريدة رسمية لاسك. خلق على برا ما عرفش يعني ما فهمش شنو هي الجريدة الرسمية. ما عرفش بديت كنبحث على راسي وديك شي. خفت، قلت سبحان الله شنو واقع، علاش انا كنت ناوي نعمل بروجي ديالي، نعمل واحد البروجي ديالي هنايا. شنو نوع البروجي اللي كنتي باغي ديره؟ كنا غادي نعملو باذن الله الى ربي، كنا غادي نعملو يعني لي بورت بلاندي، لي كوف، الخزانات، البيتحات، يعني الحاجه اللي كتخدم خدامه. انا سالي ديت كنفتش لي عسك على، قالوا لي خصك تمشي تشوف الملكيه ديالي. مشيت حتى شفت الملكيه ديالي. 2019 الملكيه ما كانتش محاديه، 2020 الملكيه تحدات لي. يعني 2019 لقيتي الملكيه ديالك باقا بسميتك، الملكيه باقا واخا قالوا لك راه خرج سميتو الارض ديالك راه في الجريده الرسميه. و2020 انت كتفاجئ 2020 ان 2020 بان نزعت لك الملكيه. صافي تحدات، صافي في الكاداستر. الكاداستر يا الله 2019 هي ما محدياش. اوكي هي لي ايغاليزير كاريتي لي ايغاليزير. 2021 27 في 7 2020 محاديه. صافي هي محاديه. نشوف نهار 7/7 2020 تحدات. و 2019 على حسب اللي كنشوف انا هنايا بشويه ليا، هي جريده رسميه هنايا مشروع نزع الملكيه. وهنايا شوف 2019 دخلت في جريده رسميه. هي شهر 5 2019 دخلت في الجريده الرسميه. دونك يعني من هذا الوقت فهي رسميا محيده لك. بقات غير البروسيدور باش يحيدوها. فوالا غير كتدخل في الجريده الرسميه. باش نشرحوا للمغاربه شنو هي الجريده الرسميه. الجريده الرسميه هي واحد الجريده للاعلان، للاعلانات ديال اي حاجه تخاد فيها قرار من طرف المصالح اللي كتكون تابعه للدوله كتحط في الجريده الرسميه. هي عباره عن اعلان وكذلك كتسمى تبليغ. شفتيه انت ولا ما شفتيهش كتسمى تبلغتي حيت خرجات في الجريده الرسميه. هي بالحق سالي كتنطق وكتقول بان تبلغتي. انا سالي دخلت لي هاد الارض ديالي في الجريده الرسميه، بقيت مستعجب، قلت سبحان الله ما يعني دخلوها حداو الملكيه وانا ما صيفطوا لي برا، ما صيفطوا لي نوتيفيكاسيون، ما علموك، ما قالوا لك غنعوضوك، ما قالوا لك هاد الارض نعطيوك ارض اخرى. لا 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 باقي ما وصلش ديك الشيء، باقي ما وصلش. انا عندي ان تيتر، يعني التيتر ما كيعطيوها لك حتى كيكون البحث الاولاني والبحث الثاني، وكيكون بوغناج ويشوفوا كيشوفوا الجيران ديالك وكيشوفوا الكرات ديالك واش صحاحين، واش كان شي غلط، شي فاصله ولا شي حاجه.
عاد كتعطي واحد التيتر، والتيتر في طنجة المرات صعيبة بزاف، صعيبة 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 باش تعطي، صعيبة عليك أنت باش تدخلها، ولكن هما بالزربة دخلوا. دابا هما كيعملوا كيعملوا لي بروسيدور ديالهم. أنا ما كنهضرش على لي بروسيدور، أنا كنهضر أنا يعني أنا دخلتيها في الملكية، دخلتي حديتي للملكية ديالي، على الأقل علمني قولي لي علمني أنا ساكن على برا، ونهار اللي عملت أنا التيتر ديالي في المحافظة كيشبروا من عندك الكارت ناسيونال، اسم ديالك، نمرة التليفون ديالك، لابوات إيميل ديالك، الواجبات كاملين. هادشي كله واضح واضح، ما صيفطولك حتى رسالة والو، ما شبرت والو، ما شبرت والو. وزيدون زيدون أنا كنت مشيت للإدارة وجلست مع هذيك الإدارة وهضرت معاهم، قلت لهم الله يخليكم دابا الفوق بالليتر ديال البريد، لأن أنا إلا وقع شي حاجة صيفتوها لي لهين أو صيفتوها لي بواتي ميل، علموني باش هاتي أرضي تماك، جا تيتر تماك، هذا التيتر هذا سان تيتر، تيتر ما كيعطيوها لك شي هيدا. سي محمد أنت دابا ملي جيتي تفاجأتي بالأرض درت لها نزع الملكية من أجل مشروع معين، شنو الاجراء اللي درتي انت؟ اولا مشيت للشركه اللي حدت لي الارض، قلت لهم شنو واقع؟ قالوا الارض داخله في واحد البروجي، قلت لهم داخله في واحد البروجي واخا بالحق، شنو غادي تعملوا في هذا البروجي؟ واش غادي تقلعوني كامل من العروق، تحيدوني مره ما غادي تهدروش معايا، ولا غتاخذوا غير واحد الطرف، ولا لا جلسوا معايا وضحوا لي شنو كاين في البروجي، شنو غادي يوقع مثلا في البروجي، ما تقلعني شي مره. هادي الاولانيه واش كان الجواب ديالهم؟ كيقول لي باقي خصنا كنتسنى واحد لا سيناتور ديال واحد لو غوفرنور. قلت لما سيناتور دو غوفرنور تينا كتسناها واخا، بالحق الله يحفظ الا وقع لي شي حاجه انا بروجي ديالي مبلوكي، بلوكيتوني كل شيء. وزيدون زيدون انا شفت هنايا، هاي انا هاي انا سبحان الله الخطاب ديال سيدنا نهار 14 اكتوبر 2016 واضح، شنو كيقراني؟ قال لي انا شنو واقع؟ دابا هنا غنمشيو للخطابات ديال صاحب الجلاله. محمد الشمالي مشات ليه الارض ديالو من 2019 بلا ما يعلموه، بلا ما يخبروه، بلا ما يصيفطوا ليه شي رساله ويقولوا ليه الارض ديالك دخلت في اطار نزع الملكيه، حتى حاجه من هذا الشيء. حنا فاهمين ان ملي كيكون مشروع ديال الدوله ما تيعترض عليه حتى شي واحد، ما كاينش المشكل، حتى صاحب الجلاله عنده اشاره في هذا الباب في الخطابات ديالو. هذا الخطبه بتاريخ 14 اكتوبر 2016 بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه، بما معناه راه كيقولها في البرلمان، كيقولها قدام الممثلين ديال الشعب، قدام الناس اللي كتسن القوانين. وعلى سبيل المثال فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكيه لان الدوله لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب. هذا صاحب الجلالة عيش مع المواطن في المشاكل دياله. كون ما كانش عايش مع المواطن في المشاكل ديالو ما غيتطرقش ليها في البرلمان وغيقولها. عارفكم اش كديروا، عارف التماطل ديالكم كاداريين، عارفكم كتفلوا على المواطن، عارفكم كتمرضوا المواطن. ان نزع الملكيه يجب ان يتم لضروره المصلحه العامه القصوى، ماشي بغينا نديروا بغينا نديروا بروجي، المصلحه العامه القصوى. وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. واضح. وصاحب الجلالة كيوضح هذه النقطة، علاش؟ لأن كيجيبوا عباد الله كيكذبوا عليهم. الأرض كتسوى 1000 درهم ولا 2000 درهم للمترو في الوقت اللي خداوها، كيبغيو يحسبوها ليه بالثمن اللي خداها هو فيه واحد الوقت او لا اقل. علاش؟ لغرض في نفس يعقوب. ولكن الطامه الكبرى
القانون اش كيقول هنا؟ سي محمد حيدوا لي في 2019، حنا اليوم في 2023، راه فاتت العامين القانونية، فاتت بما معناه ما بقاش عندهم حق في ذاك المشروع. القانون واضح، ما بقاش عندهم حق في هذاك المشروع، خصهم يرجعوا للسيد الارض ديالو. ها مثلا اسمح لي قطعتك، ها الفصل 31، فصل 31 و33 شنو كيقول؟ نقراوه. قرات هي الاولى خيلا. المملكه المغربيه للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، الفصل 31، اذا لم يتم دفع المبالغ المواجبه او ايداعها خلال اجل شهر ابتداء من يوم تبليغ او نشر الحكم الصادر بالامر بالحيازة او بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالامر بمجرد انتهاء هذا الاجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية، وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالامر اذا لم يرفع الحظر عن المبالغ المودعة في اجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن التعويضات. هنا القانون راه واضح، أعطيو لعباد الله فلوسهم في أجل شهرين، ما عطيتوهمش راه غيوليو يتحسبوا عليكم تعويضات على المبالغ اللي كيتسالوكم، والقانون راه مكتوب ولكن اش كيطبق في أرض الواقع شيء آخر. الباب السادس، طرق الطعن، الفصل 32، لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه، ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة. أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط. واضح، يعني الكلام واضح. والله العظيم إلى بلادنا عندها قوانين، عندها ترسانة ديال القوانين، عندها اللي عجب لك حل، ولكن واش كتطبق؟ واش المواطن كيستافد من هاد القوانين؟ ها هو مثال حي قدامنا، ما دار مشروعه، ما خلصوه في الارض ديالو يمشي يدير مشروع اخر، بلوكي. ما داروا مشروع ديالهم بلوكي. وهنا وناس علاش هاد التماطل كامل؟ علاش غنحيدوا لعباد الله الارض ديالهم وحنا باقيين ما واجدينش المشروع ديالنا؟ ها هادي هنا كنوضعوا علامه استفهام. هادي نشوفوا، اسمح لي قطعتك، تفضل. نشوفوا الخطبه ديال سيدنا نهار السبت 20 اوت 2022 في العشيه، سيدنا كان عطى الخطبه. ها شنو واضح؟ انا كنت وضحت هنايا، بلاتي اعطيني واحد الدقيقه خلينا نشوف هنا. ها هو قريب. وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة والظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟ على من كيتكلم صاحب الجلالة هنا؟ كيتكلم على الجالية المغربية اللي كتجي باش تستثمر في البلاد، باش تخدم يد عاملة، باش تخلينا العملة الصعبة. صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي، لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم، وهو ما يتعين معالجته. والله العظيم أقول لكم، مسطي اللي كيقول أن الملك ما عرفش أش واقع. واضح، الملك كيعرف أش واقع على أرض الواقع. واقع واقع واقع، كاع التقارير كتوصلوا. واقع، والحمد لله هذا الشيء كيبان من خلال الخطابات ديالو، من خلال الرسائل اللي كيوجه للمسؤولين اللي كيضحكوا على الشعب. أما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل
والاستقرار بالمغرب أو غير أو عبر مختلف أنواع الشراكة والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. فالجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا. صاحب الجلالة كيف تاخر بالجالية المغربية وكيناديها باش انها تدخل في استثمارات وتدخل في شراكات باش تفيد بلادها وتفيد المغاربة، ولكن راه خطابات صاحب الجلالة كتبقى في واد والمسؤولين كيفكروا في واد اخر. كيجي مستثمر كيديروا ليه ميسا كيصيفطوه في حاله. استقبلني على الاقل استقبلني، حديثي للملكيه ديالي استقبلني، ماشي انا خصني ندوق على البيبان. ما كيستقبلوكش كدوق البيبان وما كيستقبلوكش السي محمد. انا خصني ندوق على البيبان باش تجلس باش تجلس معايا. علاش هادي التيتر؟ هادي التيتر، التيتر كيحتفظ عليا واضح. سي تان تيتر هذا، سي با ماشي اللعب، سا سي ان تيتر. تيتر ما كيعطيوهالكش هيدا، يعني استقبلني سي محمد. الرسالة واضحة اليوم هو أنك ولو كطرق البيبان ما كاينش اللي كيستقبلك، وأنت من المفروض أنهم هما اللي عيطوا عليك وهما اللي بركوا معاك وهما اللي راضيوك، ولكن هادشي كله ما كاينش. التعليمات ديال صاحب الجلالة لا تطبق على أرض الواقع. واسمح لي هاد الناس آذان صماء أمام تعليمات صاحب الجلالة. وسبحان الله سبحان الله، اللي كيقول سيدنا كيرجع قانون في المغرب، المغرب بلاد القانون، كاين القانون هنا، ها واضح، ها الفصل، ها يعني الخطبة ديال سيدنا 2016، ها الخطبة ديال 2022، يعني كل شيء واضح، اللي كيقول سيدنا الله ينصرو، واضح، كيرجع قانون في المغرب، وكيقال في الخطبة الأخرانية، عاونوا الناس على برا، عاونوا الناس الخارج، ما تصعبوش عليهم، الحاجة اللي وعرا سهلوا عليهم، وقفوا معاهم. كما هنا كنوقفوا على الاسره ديالنا هنايا، كنوقفوا معاهم، كنعاونوهم، كنعاونوا بلادنا، بلادنا هي ابنا. كنخليو البلاد باش كنجيو لبلادنا. وسبحان الله سبحان الله، انا اب ديال ثلاثه العواول، عندي واحد الولد معوق هانديكابي، اللي هانديكابي. وخاصنا بلادي يفهم يفهمك، يعني الاداره يعني الاداره تتهضر معاك ولا تهضر لينا مع الاداره. هو يجي البلاستي وانا نجي البلاستو، تينا بلوكيتي لي الاد وانا كنتسنى، خصني نفهم هادشي اللي شنو كنتسنى. ما قدمتي لي والو، غيان والو، ما قدمتي لي والو. النداء الى صاحب الجلاله، كنتمنى من الله عز وجل ان صاحب الجلاله نصره الله انه يتدخل في المشكل ديال محمد، وماشي غير محمد، كاينين محمدات عطى الله. الناس ديال الجالية المغربية اللي كتبكي كتشكي من نهب الأراضي ديالهم، من نهب الاستثمارات ديالهم، اليوم كندقوا ناقوس الخطر على ناس اللي ما قادراش تحمل المسؤولية، على ناس اللي بركا كتضحك على ولاد الشعب. وكنقولوا حتى لينش هاد الاستهتار، حتى لينش هاد الضحك على الدقون، حتى لينش غنبقاو نضحكوا على المواطن المغربي، حتى ليش غنبقاو نهربوا الاستثمار من المغرب؟ البلاد غادة كترجع اللور. وسبحان الله عدد ديال المستثمرين كيدخلوا كيحطوا رجليهم كيهربوا. علاش؟ هنا فين خصنا نحطوا السؤال ونلقاو ليه الاجابه. كنقول يا ربي، يعني صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو يوقف معايا في هذا الملف، كنقولها وما كنخافش نقولها. وسبحان الله تلاقيت الناس في كازا، في الرباط، في طنجة، الله عمرها دار، كيوقفوا معاك يفهموك، يعني كاين ناس الله عمرها دار في بلادك، في وسط بلادك. سي محمد، آخر رسالة ديالك لمن تبغي توجهها، تفضل. سيدنا الله ينصرو يعاونني في هذا الملف. أنا أب ديال ثلاثة العواول، عندي واحد الولد مريض، الله ينصر سيدنا. وشكرا، بارك الله فيكم بزاف.
العفو سيدي. بارك الله. أعزائي المشاهدين، سمعتوا معنا القصة ديال محمد الشمالي اللي منهم قصص كثيرة، واللي حنا كمغاربة خصنا نديروا ليد في ليد ونوقفوا هذا النزيف على الأقل. غير بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بارتاجيو اللي غيقدر ياخذ قرار بارطاجيو في الملف ديال السي محمد. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا أنس. إلى اللقاء.